أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 37,658 شهيدا، فضلا عن 86,237 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. في بيانها اليومي، أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات 24 الأخيرة، أسفرت عن وصول 32 شهيدا و 139 مصابا إلى المستشفيات.